السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج عشاق السيارات. عنوان حلقتنا النهارده: كيف تحصل على فرامل رياضيه لسيارتك ب 200 جنيه بس. طبعا كلام اكيد مش منطقي، ولكن خلونا اول نعرف معلومات سريعه عن تعديل فرامل السياره. اي سياره في الدنيا بتنزل بفرامل او منظومه فرامل متناسبه مع قوه المحرك بتاعها ومع وزنها وتوزيع الوزن بتاعها كمان. في المعتاد المفروض ان بتكون الفرامل بتاعه العربيه الستاندرد كافيه انها توقفها في مسافه مناسبه، الا ان بعض الناس اللي بتجري وكمان بعض الناس اللي بتعدل محركات سيارتها بتحط لها محرك اقوى بتحتاج اكيد منظومه فرامل اقوى. ولذلك بنبدا ندخل في تعديل فرامل السياره. اول حاجه بتبدا ان انت تقويها بتكون هي السيرفو والماستر. بنجيب سيرفو اكبر وكمان بنجيب ماستر اكبر عشان يدي ضغط فرملي للفرامل او الخزن الفرعيه، الاربع خزن فرعيه على اربع اطارات بضغط اقوى، فيحقق لك فرمله اكبر وتوقف اسرع. ده كان اول مرحله. بعد كده بنبدا ان احنا نكبر الخزن بتاعتنا او الكاليبرات بتاعتنا. بنبدا ان احنا نكبر الخزن الفرعيه، نديها حجم اكبر. واكيد ده بيتطلب ان احنا نجيب طنابير اكبر اللي هي الديسكات. بنبدا ان احنا نجيب ديسكات بحجم اكبر او بقطر اكبر، لان كل ما زاد القطر وكل ما كانت القوة الفرملية افضل، نظرا لان القطر ده بيدي عزم افضل في الفرملة. طيب اكيد انت كبرت الطنبور او كبرت الديسك بتاع الفرامل، اكيد بتكبر البريكس بادز او اللي هي اللقم بتاعت الفرامل او البطانات بتاعت الفرامل، بتبدا ان انت تكبرها برضو علشان تعمل مساحة احتكاك اكبر مع الجسم بتاع الطنبور او بتاع الديسك، فيبدا ان هو يحقق معاك فرملة اقوى واسرع. ولكن كل اللي احنا قلناه ده تكلفته الافات كتير قوي، الموضوع مش رخيص ولا ب 200 جنيه. طيب ازاي بقى هنعمل تعديل ب 200 جنيه؟ نسيت اقول لكم في بدايه الحلقه ان التعديل بتاع اي حاجه في العربيات بيكون التعديل في اتجاهين، تعديل في اتجاه الاداء والتعديل الثاني بيكون في اتجاه الشكل. النهارده باذن الله هنعمل تعديل للشكل، هنعمل تعديل للفرامل في الشكل بتاعها. زي ما احنا عارفين ان الفرامل المعدله او الفرامل الرياضيه اللي بتنزل في السيارات الرياضيه بيكون باللون الاحمر الناري اللي انتم شايفينه ده، والفرامل العاديه بتكون بلون المعدن الطبيعي في البدايه، وبعد كده مع تراب الفرامل بيبدا يبقى لونها مطفي زي اللي احنا شايفينه دلوقتي. لذلك النهارده باذن الله هنبدا ان احنا نحول الفرامل بتاعتنا من اللون المطفي اللي شكله كئيب واللي ملوش اي معنى ده للشكل الاحمر الناري اللي شكله جميل، الشكل الرياضي. وده اللي احنا هنشوفه باذن الله في الجزء العملي بتاعنا. وتعديلنا النهارده اللي ب 200 جنيه بس هيكون هو تعديل شكلي لمنظومه الفرامل بتاعتك، ويخليها من الشكل العقيم بتاعها الستاندرد اللي ملوش اي لون للشكل الرياضي باللون الاحمر الناري اللي شكله جميل. طبعا لو انت عندك جنوط مفرغه او الجنوط الرياضيه بيبين من الفتحات بتاعتها اللون بتاع الكاليبر او بتاع الخزن بتاعه الفرامل بلونها الاحمر الناري ده. وخلونا دلوقتي نبدا الجزء العملي بتاع حلقتنا. دلوقتي قبل ما نبدا الجزء العملي بتاعنا، خلونا اول نتعرف ايه هي الادوات اللي احنا هنحتاجها وتكلفتها. اول حاجه اكيد طبعا هتجيب البويه اللي انت هتدهن بيها الكاليبرات بتاعتك. البويه طبعا انا برشح لك ان انت تشتري بويه من بويات السيارات اسمها بويه فرن. ليه؟ لان هي هتتحمل درجه الحراره العاليه بتاعت الكاليبرات، لان الكاليبرات دي بتتعرض لدرجات حراره عاليه، لو انت دهنتها بويه عاديه هتبدا ان هي تبوظ مع الوقت. واكيد كمان علشان تبقى افضل معاك في الدهان وتكلفتها مش عاليه. هنبدا ان احنا نتوجه لاي حد من اللي بيبيع بويات السيارات، وعن نفسي طبعا انا رحت لصديق عادل المحلاوي، وتبدا ان انت تدرب اللون بالدرجه اللي انت عايزها كيفما يتراءى لك، لان طبعا في لون احمر ده بيكون الاساس، بعد كده ممكن تزود ابيض شويه، ممكن تزود ماده اسمها نكريه يدي لمعه شويه للبويه بتاعتك، وبعد كده اكيد في الاخر بتحط المصلب. كل اللي احنا محتاجينه تقريبا 70 جرام حاجه، ما فيش 70 جرام دول هيكفوك ويفيدوا. تكلفتهم تقريبا بتكون في حدود من 30 ل 50 جنيه، يعني الموضوع كله تكلفته بسيطه. يبقى دي البويه الاولانيه اللي هي الدهان بتاعنا. بعد كده بنبدا ان احنا نشتري فرشتين، فرشه رفيعه فرشه رسم اللي احنا هنستخدمها في الدهان، دي بتكون في حدود 10 جنيه، وفرشه عريضه شويه للتنظيف او للغسيل ودي بتكون تقريبا في حدود 20 جنيه. كمان بنبدا ان احنا نجيب اي منظف جاف، ممكن بنزين يقضي، ولكن انا عن نفسي جبت كربيراتيد كلينر علشان انضف بيه الكاليبرات واجهزها للدهان، لازم تكون نظيفه جدا وخاليه من اي اثار للزيوت. بعد كده بتبدا ان انت تجيب فرشه سلك معدن ودي بتكون في حدود 20 جنيه كمان. اذا الموضوع كله على بعضه تقريبا كده ما تكلفش 100 جنيه، وال100 جنيه الثانيه خدها شبرق نفسك بيها او اديها للعامل اللي هينفذ لك الحكايه دي، بس الاحسن طبعا ان انت تعملها بايدك عشان تكون مبسوط.
المهم ان احنا دلوقتي بعد ما عرفنا الادوات اللي احنا هنستخدمها واسعارها، خلونا دلوقتي نبدا الجزء العمل بتاعنا. ده الشكل بتاع الكاليبر المعتاد الطبيعي. هنا في حاله ان هو العربيه قديمه واشتغل شويه، فبدا اللون المعدن بتاعه يطفي كده بالوضع ده. المفروض ان احنا اول قبل ما بندهن بنجهز للدهان. بنجهز الدهان ازاي؟ بننظف السطح ده علشان لما نحط الدهان بتاعنا او لما نحط البويه بتاعتنا يبدا ان هو يقبله وما يقعش منه بعد كده. قدامك بقى طريقتين علشان تنظف بيهم السطح ده، يا اما ان انت بتجيب فرشه سلك زي ما احنا قلنا وتنظف بيها كده وهو راكب تمام اهو، طبعا ده حل. الحل التاني ان انت تفكك الاجزاء دي كلها بقى وتبدا ان انت تنظفها بره بالفرشه بتاعتك، تنظف قطعه بقطعه بحيث ان انت تنظفها بطريقه كويسه وتدهنها بره. عن نفسي بفضل الطريقه التانيه ان انا افكها واطلعها بره، خاصه في الخزن الاماميه. خلونا نبدا نفكها، ولكن لو انت حبيت ان انت تستسهل على نفسك وتشتغل باسلوبنا السهل المحترف، ممكن ان انت زي ما قلنا تنظف بالفرشه السلك كده وخلاص وزي ما احنا شايفين، وتبدا ان انت بالهواء اهو زي ما شايفين كده تنظف، وبعد كده بكربيراتير كلينر تنظف السطح بتاعك خالص اهو زي ما احنا شايفين تمام. ده حل يعني، او دي طريقه طبعا بنقعد ننظف شويه اكتر. دي طريقه. الطريقه الثانيه بقى الطريقه الاصعب والاكثر وقتا ومللا، وطبعا ما انصحش بيها غير المحترفين، ان انت تبدا ان انت تفكك المنظومه بتاعت الكاليبرات بتاعتك دي بالكامل تمام. نبدا ان احنا هنا نجيب لقمه 14 ونفك الخزن بتاعتنا تمام. طبعا فوق مسمار 14 فوق مسمار 14 تحت، فك الخزنه دي خالص تمام، واكيد نبدا نفك لقم التيل بتاعتنا تمام. وبعد كده بلقمه 17 ونبدا ان احنا نفك الكاليبر ده من على جسم العربيه خالص تمام. طبعا كده بيبقى يكون اريح وبيدي نتيجه افضل، لان انت هتنضف كل ده بره براحتك. بعد كده بلقمه 12 نبدا ان احنا نفك كمان الخرطوم بتاع الخزنه ده خالص، ونطلع الخزنه دي بره معانا بحيث ان احنا نقدر ننضفها براحتنا. ولكن في الحاله دي محتاجين ان احنا طبعا نكون معانا زيت فرامل المكان اللي هينزل، وبنبدا ان احنا نجيب جوانتي ونبدا ان احنا نلبسه هنا للمنطقه دي علشان الزيت اللي هينزل منها تمام. خلي بالك بقى من ورد النحاس دي، نبدا ان احنا نعينه ونطلع الخزنه بتاعتنا اهو، هنجيب الجوانتي اهو تمام، ونعمل المسمار بتاعنا ونبدا ان احنا ندخل جوه بقى وننضف ده بالفرشه بتاعتنا كويس جدا. هنفك المسمار ال 12 ده تمام، يبقى معانا جوانتي الله يكرمك يا عم. انت اللي تؤمرنا باي حاجه؟ ماشي ماشي تمام. خلي بالك بقى من ورد النحاس دي، نبدا ان احنا نعينه ونطلع الخزنه بتاعتنا اهو، هنجيب الجوانتي اهو بس انا هقولها كده تمام. ونعمل المسمار بتاعنا ونبدا ان احنا ندخل جوه بقى وننضف ده بالفرشه بتاعتنا كويس جدا.
جماعه احنا كده لما عرفنا زي ما احنا شايفين هم في ايدينا طبعا التلميع كده بيكون افضل، وخاصه في كمان الامامي، لان الامامي اللي بيكون مترب قوي، لان الامامي اللي بيكون عليه حمل فرمار اكتر وبيطلع مراده اكبر. فالمهم كده نضيف قدامك حل من اتنين، يا اما ان احنا هندهنه وهو كده بره، يا اما ان احنا هنركبه وندهنه. انا من رايي ان احنا نركبه وندهنه افضل، او انا بحب الطريقه دي. خلينا نركبه يلا على العربيه تاني ونبدا الدهان بتاعنا. طيب اول حاجه هنركب دي تاني، وزي ما قلت لكم الافضل ان انا اقفل عشان اشوف انا هدهن ايه، لان انا مش هدهنها كلها، مش محتاج ان ادهنها كلها. نبدأ نفتح بقى هنا علشان البستن بتاعنا يبدأ ياخد زيت ويطرد الهواء اللي جواه زي ما احنا شايفين هنا كده، عشان نحضر فرامل. شايفين طبعا بنسيبه شوية ان هو يسقط شوية زيت، وبنزود زيت من فوق. مهم قوي ان احنا نزود زيت من فوق عشان الخزنة ما تنقص معانا. خلاص اتأكدنا ان هو جايب زيت صافي اهو، تمام، مفيش فيه فقاقع هواء. نبدأ ان احنا نقفل هنا. بعد كده بنجيب الكربراتير كلينر بتاعنا، احنا نطهر كل الحاجه دي كويس جدا. شايفين يا جماعه؟ عشان نحضرها للدهان. مرحله الدهان هنبدا بقى ان احنا نجيب الفرشه الجميله بتاعتنا ونبدا ندي طبقه خفيفه قوي على الاجزاء الواضحه بس من الكاليبر بتاعنا، يعني الاجزاء اللي احنا هنشوفها بعدين. تمام، يعني مش هندهنه كله. طيب ورا بقى مش بيبقى متوسخ قوي زي قدام، فمش محتاجين ان احنا نفكه، فاحنا ممكن بالفرشه السلك بس كده اهو، لاحظوا كده هتلاقي بتنضفه. بعد ما عملناها بالفرشه هنبدا ان احنا ايه نطهر باي منظف جاف، كربراتير كلينر مثلا. علشان نطهر مكان اي زيت. ونبدا بقى ندهن الجنب ده. طبعا بنديله طبقه خفيفه الاول علشان تنشف، وبعد كده بنبدا نديله الطبقه الثانيه. طيب دي الطبقه الاولانيه، طبعا زي ما شايفين الطبقه الاولانيه ما ينفعش ان انت تتقل فيها قوي، يعني دي بتبقى طبقه خفيفه كده، تمام، وحتى هتلاقوا اللون مش واضح قوي او جاي في اماكن غامق واماكن اللون فيها واضح، كل ده طبيعي. طبعا السوسه بتاعت الفرامل دي حاول انت ما تنزلش عليها ابويا كتير. تمام، دلوقتي بعد ما سيبناه نص ساعه مثلا لحد ما نشف، نبدا ان احنا نديله بقى الطبقه الثانيه علشان يبان معانا اللون كويس وصريح زي ما احنا شايفين هنا كده. الطبقه الثانيه بقى اللي بتديك اللون النهائي، اللي بيديك لون واضح. الطبقه الاولانيه بس بتكون بطانه، وبعد كده بنبدا بقى نظبط اللون بتاعنا. وطبعا بتبدا ان انت تمشي الفرشه في اتجاه واحد زي ما احنا شايفين هنا كده. وبكده احنا خلصنا شغلنا، ودي النتيجه النهائيه، نتيجه اكيد جميله جدا، مبهره جدا، واكيد ملفته للعين. لو حبيت الفكره ونفذتها بنفسك، حاول ان انت تصور شغلك مع صوره عربيتك وصورتك الشخصيه
وبعتهم لي على حساب على الانستجرام بعد ما تعمل له فولو. الحساب باسم عصام غنايم بالعربي وهتلاقي الرابط بتاعه تحت الفيديو. واكيد دوس اعجاب، اشترك في القناه هنا على اليوتيوب، والاهم ان انت حاول ان انت تنشر الفيديو ده لكل الناس علشان ناس كتير تستفيد بالفكره. وكمان حاول ان انت تتفرج على باقي فيديوهاتنا، القناه عليها اكتر من 800 فيديو فيهم كل ما يخص مجال السيارات. اشوفكم باذن الله على خير في تركات جايه كتير وحلقات جايه اكتر، وسلام عليكم.